دكتور استاذ عمرو الجنايني يعني عايز اقول له ايه؟ نجح في الفترة اللي فاتت. تعليقك على وجوده في شوف الفترة اللي فاتت استاذ ونجاحه عمرو في الجنايني، الإدارة. يعني هو راجل حبوب يعني ولطيف، لكن الإدارة بتحتاج أمور أخرى تضاف إلى الحب والخفة الدم والبتاع، لأن في الفترة اللي فاتت هو يعني ترك ناس كتيرة كانت باينة إن هي اللي بتدير اتحاد الكورة. تمام. الصورة التانية كابتن احمد مجاهد، تقول له ايه برضه؟ ربنا يوفقه. هتقول له ايه؟ ما احنا قلنا كتير، وهو يعني لسه كنا بنتكلم في سيرته، هتقول ايه اكتر من اتقال؟ ماشي. يعني هنقول له سيب فرصة بس للناس حواليك. طيب مهندس هشام حاتم، القوة اللي تحدثت بيها اللجنة الأولمبية في أزمة نادي الزمالك لابد أن تتحول، لأن دي كان شأن داخلي وقوة كانت مستمدة من دعم داخلي، لكن مع الأمور الخارجية الأمور بتحتاج مرونة وذكاء مش تصريحات تمام. رنانة. طيب دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. دكتور أشرف صبحي شخصية يعني ما بيختلفش عليها كثيرين إن هو شغال وبيحاول يحل المشاكل، هو بيقلل من المشاكل لكن ما بيمنعش المشاكل، بيحاول يقلل منها ويشتغل عليها، فالمفروض ان هو يحل بقى المشكله بتاع الفيفا. طيب الصوره اللي بعدها كابتن احمد شوبير. هو الكابتن احمد شوبير انا مش عارف هو عايز ايه، هل هو عايز يبقى رئيس اتحاد الكوره ولا في دماغه حاجه تانية بيهدف اليها، لان مش اللي بيحصل. هل في منافسه قويه ما بين مهندس نابليون لا، وكابتن هو بص، كابتن احمد شوبير قبل كل انتخابات بيعمل نفس القصه دي وفي الاخر بيخش مع المجموعه، هل القصه نفس الحكايه؟ لان ده مش شغل حد عايز يدخل رئيس اتحاد الكوره. اللي بيحصل هو مش شغل ان انت عايز تبقى رئيس، اللي عايز يخش رئيس اتحاد الكوره كان نزل بمعنى وعمل ايه؟ جولات بمعنى ايه؟ بشغل يعني على في وقت الارض. معين هينسحب يعني من لا وجهه بص، نظرك؟ انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن، الشغل اللي على الارض بيبان. انت عايز تخش، ما انا قلت لك في الاول اجهز واحد مين للقصه؟ كابتن هاني. كابتن هاني. ثانيا كابتن شوبير في وجود هنا بوريدا مش هيقدر ان هو ينافس على رئيس اتحاد الكوره، خلينا واقعيين. تمام. كابتن شوبير كل شويه بيعمل حاله، بس هل الهدف من هذه الحاله هل هو فعلا انتخابات ولا هدف زي كل مره ان انا عايز اخد حته من التورته واستفيد بيها؟ تمام. طيب الصوره اللي بعدها المهندس هنا بريده. المهندس هنا بريده عنده طموح، طبعا انا اتمنى ان ربنا يوفقه ان هو ياخد مكانه ويحافظ عليه في الفيفا. تمام. القصه الداخليه المفروض ان هو يعني يمد ايده فيها شويه ان يشوفوا لها حل بدل الصراعات اللي موجوده. انت واخد بالك؟ الصور خلصت ولا اكمل يعني ولا الصور عايز خلصت؟ عايز تكلم عايز عايز عندك تتكلم. صور تاني يعني؟ عايز اسالك على لا على انا كابتن بس حسن مصطفى. يعني بص، من غير صوره. احنا عندنا دلوقتي بطوله كبيره مصر هتستضيفها. طبعا. فاحنا جدا. بنامل ان البطوله دي تنجح. مهما كان في ملاحظات على الدكتور حسن مصطفى، ولكن في هذا التوقيت هو بيساعد ان البطوله تنجح، بطوله على ارض مصر، واعتقد ان في عدم وجوده ما كناش هنستضيف هذه البطوله، في عدم وجوده ما كانتش هتبقى هذا الاصرار ان البطوله تقام. في اشياء كتيره فيها مرونه من الاتحاد الدولي لكره اليد من اجل مصر. فهذا التوقيت يجب ان ننظر لهدف واحد بس، ان الدوله عايزه تنجح. صحيح. واحنا عايزين الدوله تنجح، فبالتالي اي امور اخرى نتركها جانبا ونركز على نجاح بطوله العالم ان شاء الله هتنجح. واحنا يا رب، هو ده كان في اللي تصريح مهم بنتمناه. جدا ان 17 اتحاد حتى الان ما عندوش مشكله ان هو يجي، لان طبعا الظروف بتاعه الكورونا دي خلت في بعض القلق في ان هم البلد او البلدان بس ما انا تسيب بقول لك في اصرار، الحمد والاتحاد لله. الدولي قال ان في طيارات خاصه ممكن ان تجيب شاء الله الدول اللي مش هتعرف تجيب طيران، يعني بيحاولوا ان شاء ان الله يساعدوا بكافه الطرق. ان شاء الله. حسن ان شاء نورتني الله. وشرفتني.